بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم في محاضرة اليوم رح نتابع في بعض الأمور بصراحة ما بتخص التيرين، لكن رح أضلني أو رح نبقى نشتغل على موضوع التيرين. رح أعالج بعض الأشياء بشكل سريع جدا وأشرحها، وأتمنى من الجميع يفهمها لأنها هاي هي نقطة الارتكاز اللي رح نرتكز عليها ونشتغل من هون لنهاية الفصل. يمكن الآن أنا ما في عندي بعض العناصر مش موجود معاي، أو هو موجود بس ما بدي أستغلها، عناصر جاهزة خارجية، بدي أحاول أستفيد من العناصر اللي موجودة في داخل البرنامج، الأوبجكت اللي موجود في داخل البرنامج، وأنا وياك بنعرف إنه عددها محدود، مكعب وكرة وكابسول وسلندر وبلان. فبداية راح أنزل مكعب. وين المكعب؟ تضرب عينك على البار اللي على اليمين، هيو بس وينه؟ ما إجا قدامي. هاي دبل كليك، بصراحة المكعب تحت التيرين، هيو شايفين ما أبعده؟ شوف هاي زوم آوت زوم آوت زوم آوت، تحت التيرين إجا. بكل بساطة عشان أريح نفسي بعمل عليه كليك وبطلع لقائمة أوبجكت، جاست وان كليك، وما بحكي له الاين. الاين هاي كنت استخدمها مع الكاميرا، راح احكي له موف تو فيو عشان يجي قدامي. اوكي هو موجود هون والعلم عند الله. راح اخذ موف، هيو ارفعه للاعلى، اجيبه لهون على اليمين للاعلى، هيو بلش يبين مع المكعب. حكيت لك من اصعب الاشياء في اليونيتي التحكم في العناصر اللي موجوده. هيدا بالكليك على المكعب، هذا هو المكعب اللي أنا بدي إياه. إذا أنت بتعرف إحداثيات الموقع اللي بتشتغل عليه ما في مشكلة، اكتبها بتنزل معك. يمكن المعضلة الآن اللي إحنا فيها أو الشيء اللي بده تركيز إنه حجم التيرين كثير كبير، وأنا أصلاً هيني كاين ناقله في بداية المحاضرة بالغلط. على كل مش موضوعي الآن، أنا في موجود عندي هون مكعب، ورح أضيف كمان معه سفير. فالآن موجود عندي مكعب وسفير. خليني أنقل الكاميرا لهذا الفيو، align with view، عشان أعمل رن وأشوف شو الناتج اللي موجود أمامي. الملاحظة اللي بدي إياك تلاحظها إنه هاي العناصر اللي أنا قمت بإضافتها بالهواء، معلقة بالهواء. بتحب تشوفها من بعد ثنائي الأبعاد ما في مشكلة، تطلع لقائمة ويندو Layout for Split. الشاشة معكم شباب؟ الشاشة. لا دكتور، بس غيرت الفور سبلت فصلها هاي. أوكي من هون as a top view، هاي دبل كليك على المكعب عشان أشوف إنه المكعب الأول. هذا من التوب فيو، هي التيرين شوف ما اكبره. اوكي وهي المكعب تاعي، هي دبل كليك على الرايت فيو هي المكعب، وعلى الفرونت فيو هي المكعب، وعلى البرسبكتيف فيو هي المكعب. لا هون عشان احدد انا وانت ارتفاع المكعب عن التيرين تاعي، اذا انت شايفه بعيد نزله، إذا شايف السفير بعيد في الهواء نزله كمان. أنا فعلياً بديهم يعني مش عاليين على الآخر، في منطقة وسط. فرح أرجع الآن لشاشة البرسبكتيف، وممكن الشير يفك معك ديفولت. الشير فك ما في مشكلة. وهي دبل كليك على الكيوب، وهي السفير معه. طيب شو اللي بدي أعمله أنا؟ بدي أناقش معك موضوع كتلة الأجسام والجاذبية الأرضية. عشان نتأكد من المعلومات اللي أنا بدي أحكي لك، يا بدي أغير الفيو، أغير الفيو عشان أشوف بطريقة أفضل. رح أجي على التيرين رايز أند لور، أرفع المنطقة هاي شوي، أصغر البرش تول. اوكي رايت كليك عشان اختم عمليه الرسم، مين كاميرا
align with view عشان أشوف العناصر الموجودة أمامي بشكل أفضل. تعال نتناقش أنا وإنت، نتناقش بخصائص العناصر. الكرة حكينا عنها سابقا، اللي هي إلها transform class، في قلبه position إحداثياتها، rotation إنه عملت إلها دوران أو لا، وscale إنه قمت بتكبيرها أو ما قمت بتكبيرها. حكينا سابقا أيضا إنه الديفولت للروتيشن زيرو، والديفولت للسكيل مش زيرو واحد. أوكي، الإشي اللي راح أتابع عليه للأسفل مثلا ما يسمى السفير كولايدر. خليني أفوت زوم إن على الآخر على الكرة عشان تشوف. بدي أشيل السفير كولايدر، بتلاحظ إنه في عندي بوردر لونه أخضر حوالين الكرة، هذا اسمه كولايدر، تمام؟ وفي عندي هون إشي اسمه المش ريندر، طلع الكرة مش ريندر، اختفت الكرة، لكن إذا دققت النظر راح تشوف إنه الإشي اللي أنا سميته قبل شوي كولايدر ما زال موجود. إيش هو المش ريندر والسفير كولايدر أو الكولايدر بشكل عام؟ الكولايدر هو ما يسمى، نحاول نترجمه باللغة العربية، هو محقق التصادم. يعني إذا كان موجود وجسمين ضربوا ببعض وكل واحد فيهم عليه كولايدر، بضربوا ببعض، بيصطدموا، ما بيخترقوا بعض، هذا هو الكولايدر. إذا ما في كولايدر على الكرة والكرة هاي تحركت للأسفل، راح تخترق المكعب، راح تخترقه وتكمل مسير للأسفل. تعال نفحص الكلام هذا، بس أشوف هاي default diffuse، هاي الكالر، هاي double click ما بده يعطيني. تعال أعلمك كيف تعمل material بسيط على Unity. right click في الأسست، create material، هاي ها هون select diffuse color، اختار اللون اللي بدك إياه، ومن ثم drag and drop اللون على المجسم. again right click create material، ومن هون بتبين معي خصائص اللون، ومن ثم drag and drop. هذا بس للماتيريال اللي احنا الماتيريال البسيط. طب تعال نشوف كيف انا بدي اخلي هذا الجسم يتحرك بشكل اوتوماتيكلي. يتحرك بشكل اوتوماتيكلي يعني بدي اعطيه جاذبيه، يعني بدي اعطيه خاصيه الجاذبيه الارضيه اللي هي الجرافيتي، وافعل مفهوم الكولايدر عليه واشعر باهميته. كيف بدي اضيفها؟ بدي اعطي هذا العنصر خصائص فيزيائيه. كيف بدي اضيفها؟ من خلال قائمه كومبوننت، اكيد في البدايه رح تعمل عليه كليك، وبنضيف خاصيه فيزيكس ما يسمى الريجيد بادي. الريجيد بادي هاي خاصيه فيزيائيه بضيفها انا على العناصر في برنامج اليونيتي. تضرب عينك على اليمين، اليمين الان واضح معك خصائص ترانسفورم والكولايدر، مبدئيا انت فاهم المعنى العام لكن ما تحققت منه اللي هو محقق التصادم. والمش ريندر انه هل الاوبجكت بيظهر معي على الستيج او ما بيظهر معي على الستيج. وتلات الماتيريال اللي انا لونتها متعمدا. ضلت عندي الشغله الاخيره اني بدي اروح على قائمه كومبوننت فيزيكس اد ريجيد بادي. الاد ريجيد بادي راح تعطي هذا العنصر خاصيه اضافيه راح تظهر هون اسمها ريجيد بادي. هاي نعيد، هاي سيتنج ريموف، اجيب الكاميرا على الفيو تاعي الاين وذ فيو واعمل رن. ستبقى الاجسام في مكانها، ستبقى الاجسام في مكانها. الان بعد ما اضيف على الكره خاصيه الريجيد بادي، هذا العنصر اللي انا عامل عليه سيلكشن سوف يكتسب خاصية الجاذبية الأرضية بشكل أساسي، وسوف يصبح له كتلة. هاي ريجيد بادي، هيها نزلت بغض النظر عن خصائصها. هاي رن، نركز شو اللي بده يصير. انتبهتوا؟ أجين خليني أرفع السفير للأعلى شوي، هاي زوم أوت، وهي كمان مرة ألاين للكاميرا، وهاي رن.
شو صار للكرة؟ نزلت صار عندها لتحت جاذبية صار. صار لها جاذبية، تحركت في وضع الجاذبية الطبيعي. طيب لو شلت المكعب هسه شوف ليش الكرة ما اندبت عن المكعب؟ لأن المكعب موجود بزاوية صفر، كان مركز لها. كيف؟ لأنه صار زي كأنه مركز لها، زي كأنها أرض. آه بس أنت بس تيجي تمسك كرة وترميها في الوضع الطبيعي، أوكي؟ كرة امسك فطبل وارميه في الوضع الطبيعي بصير يتحرك يا على اليمين يا على اليسار بعد ما يرتطم بالأرض. هون بيختلف الموضوع، بيختلف لأن هاي الكرة لازم أحكي لها نوعية الارتطام اللي بده يصير. اثنين، السطح اللي وقعت عليه مستوي 100% فما تحركت، لذلك الأمر رح أجي للمكعب أزيحه على اليسار شوي وأرجع أمرن. هاي الكرة رح توقع تضرب بالتيرين ورح تتحرك. أغير الفيو لأبعد شوي عشان نشوف شو اللي بده يصير. عشان هيك إذا لاحظت أنا رفعت التيرين اللي تحتيها، فالكرة هاي رح توقع، ولأنه السطح اللي تحتيها مايل رح تبلش تتحرك على التيرين. لمتى رح تضلها تتحرك؟ طول ما السطح مايل، طول ما هي تتحرك معي. هذه خاصية الريجيد بادي، أصبح لهاي الكرة كتلة، وهاي الكتلة اكتسبت الجاذبية الأرضية. نتيجة كلامي، لو أنا رجعت هذا المكعب تحت السفير ورحت على المكعب حكيت له فيزيكس اد ريجيد بادي، شو اللي بده يصير؟ قبل ما ايه؟ حصل له جاذبية هو والكرة، بالتالي يصطدموا بعض وينعكسوا الاثنين مع بعض. يعني الاثنين بدهم يوقعوا مع بعض، صح؟ اه هاي رن. تمام شباب لغاية الآن؟ تمام دكتور. طيب هاي ستوب، راح آجي للمكعب وأطلع خصائص الريجيد بادي تاعته. في واحدة من الخصائص اسمها جرافيتي، جرافيتي يعني جاذبية، جاذبية الأرضية. بدي أشيل تشيك بوكس عنها، لكن بوجود خاصية الريجيد بادي أصبح لهذا الجسم كتلة، لكنها هاي الكتلة لا تتأثر بالجاذبية الأرضية. متى رح تتحرك؟ إذا اصطدم فيها جسم، يعني مركبة الفضاء حطها جوا الكرة الأرضية وارميها، مش بدها توقع على الأرض؟ أكيد أكيد. مركبة الفضاء طلعها برا الكرة الأرضية وتركها في الفضاء تتحرك؟ لا لا، يكفيها. اصطدم فيها إيش؟ ما سمعتش يا يزيد. أقول بتتحرك إذا اصطدم فيها إشي. إذا اصطدم فيها إشي أو مثلا في عليها موتور، عليها نفاث اللي يدفعها. لذلك الأمر أنا الآن البوكس شلت عنه الجرافيتي، إله كتلة، هي هالماس قيمتها واحد، إله كتلة وما إله جاذبية أرضية. خليني بس أفعل، أشيل الجرافيتي كمان عن الكرة عشان تشوف شو اللي بده يصير. هاي ران ما رح يتحركوا، هذول موجودين في الفراغ زي أكنهم برا الكرة الأرضية، إلهم كتلة بس الجاذبية الأرضية ما بتأثر عليهم. متى هذول بتحركوا؟ إذا اصطدم فيهم شيء. هاي ران بدي أرجع للكرة وأرجع الجاذبية الأرضية عليها. الآن الكرة إلها جاذبية أرضية وإلها كتلة، المكعب إله كتلة ولا يوجد له جاذبية أرضية. المكعب ما رح يوقع ولا يتحرك إلا إذا إشي ارتطم فيه. شو اللي رح يرتطم فيه في هاي الحالة؟ السفير، لأنه فوقيه السفير إله كتلة، هيها إله كتلة وإله جاذبية أرضية، فبس بضل ثابت المكعب، بس يرتطم فيه بيضربه بيتحرك. هاي حركة المكعب اللي موجودة هون، هذا مش ماشي على الأرض شباب، هذا ماشي في الفراغ، يعني هذا مش ماشي على التيرين، هذا بالهواء ماشي. ليش ماشي؟ لأنه في جسم آخر ضرب فيه. اضرب عينك هون على البوزيشن تاعه تلاقيه بيلعب بيتحرك، والروتيشن تاعه كمان بيتحرك، يعني المكعب قاعد مكانه بيتغير. آسف السفير، لأني عامل سيلكشن على السفير، هاي المكعب أوكي؟ مكانه بيتغير وقاعد بينعمل إله روتيشن. وضحت الجزئية هاي شباب؟ واضحة دكتور. طيب شوف شو بدي أعمل، بدي آجي، هذا ما رح يتحرك ما عليه جاذبية أرضية،
هذا عليه جاذبية أرضية وله كتلة، بدي أجي أفصل عن الكرة الكولايدر. الكولايدر اللي على الكرة اصطدم بالكولايدر اللي على البوكس فضربوا ببعض فتحركوا. الآن الكرة ما عليها كولايدر، ما عليها محقق تصادم، راح تصطدم في المكعب؟ لا، هي لا اصطدمت في المكعب ولا اصطدمت في التيرين، ظلت واقعة لأنه ما في عنصر حقق التصادم، راح تظلها ماشية للأسفل إلى ما لا نهاية في الفراغ. وضحت شباب الجزئية هاي؟ عشان عنصرين يصطدموا ببعض لازم التنين تكون خاصية الكولايدر مفعلة عليهم. طيب لو رجعت الكولايدر وشلت الرندر، الرندر هو أن يظهر العنصر على الشاشة، شلتها، الكرة موجودة على الشاشة؟ آه موجودة على الشاشة. تظهر؟ لا، إلها كولايدر؟ آه. فهل يوجد عندي الآن عنصر بده يصطدم في المكعب؟ جاوبوني. بس في عنصر حيصطدم بس ما في مجسم ظاهر انه اصطدم. يعني معنى كلامك العنصر موجود بده يوقع بس انا مش شايفه، لكن نتيجة اصطدامه في المكعب المكعب بده يتأثر؟ اه بده يتأثر لانه الكولايدر عليه تشيك. صحيح انا مش شايفه على المش رندر، لكن على السفير كولايدر هو اللي راح يضرب فيه، فالمكعب راح يتأثر بهاي الحركة. اوكي السفير انا مش شايفه لكن في محقق تصادم. يعني بالعامية زي أكنك بتلعب بجيم وإنت شايف باب وباب مفتوح وبتحاول تفوت من الباب بس ما بتقدر لأنه الكولايدر تاع البلاير بيضرب في الكولايدر تاع الباب. أوريدي الباب مش موجود بس أنا شايف من خلاله. وبمثال عكسي أحياناً بتلعب جيم بقول لك روح على الزاوية الفلانية عند الحيط بتقدر تفوت منه، بكون الجزء من الجدار هذا ما في عليه كولايدر فأنت بتقدر تخترقه. فهذا هو مفهوم ومصطلح الكولايدر والرندر، يظهر أو ما يظهر، يحقق تصادم أو ما يحقق تصادم. يعني أنا لو بلعب أو بعمل في شوتينج جيم وعندي طلقة أو عندي قذيفة بدي أرميها، هاي القذيفة بدي أرميها على جدار، إذا الجدار عليه كولايدر والقذيفة عليها كولايدر شو بصير بالقذيفة؟ بس توصل الجدار وترتطم فيه شو بصير فيها؟ ترجع ترتد. لكن هاي القذيفة لو ما في عليها كولايدر بترتطم في الجدار وبتضلها مارقة منه. ليش؟ لأنه ما في عليها كولايدر بكل بساطة. فإذا الكولايدر موجود يبقى في تصادم، الكولايدر مش موجود يبقى ما في تصادم. من الأشياء اللي بعيد إلها، يعني باجي مثلا في الامتحان في التاسك اللي بطلبها منك بحكي لك روح جيب لي دراجة وحرك لي إياها، بروح الطالب بجيب الدراجة وبحركها، أول ما يحط عليها رجت بدي وأول ما يعمل رن للجيم الدراجة بتوقع من التيرين. بحكي لي طب أنا مشتغل صح، حاطط رجت بدي وجايب الدراجة وشايف الدراجة بعيني، لكن لو انتبه على خصائص البايك اللي هو جايبه من برا، خصائص الدراجة اللي هو جايبها، ما راح يلاقي عليها كولايدر. وضحت؟ تمام. فالكولايدر عنصر أساسي في أي جيم أنت بدك تعملها، وخصوصا عند استخدام الرجت بدي، لأنه إذا ما في رجت بدي ما بهمنيش عادي، يعني أنا بتحكم فيه وبسوي فيه اللي بدي إياه. بس مين اللي بطلع الأوبجكت من قدامي وبعطيه وزنه وبخليه يتأثر؟ الرجت بدي، لأنها بتضيف عليه خاصيتين جدا مهمات اللي هي الكتلة والجاذبية الأرضية. طبعا في خصائص أخرى كمان كثير مهمة أحكي عنها لاحقا. هاي الجزئية الأولى اللي أنا بدي أحكي عنها اللي هي إعطاء العناصر خصائص فيزيائية، وهم الكلمتين اللي أنا حكيتهم خصائص فيزيائية الجاذبية الأرضية والكتلة. تمام. الجزئية الثانية اللي بدي أحكي عنها إنه هاي الكاميرا اللي أنا واقف عليها، هاي الكاميرا راح تضلها ثابتة مكانها للأبد إلا إذا أنا أمرتها أو أعطيتها تعليمات إنه تتحرك، أتحكم فيها من خلال الكيبورد أو من خلال الماوس أو من خلال الجيوستيك أو من خلال الباد أو من خلال التاتش للتليفون أو التابلت أو الآيباد.
اللي بدي أحكي عنه الآن إني أنا بدي أعطي الكاميرا هاي خاصية زي اللي تعلمناها في 3D Max وزي الكاميرا اللي موجودة في الاستاد، إنه هاي الكاميرا تتبع عنصر معين. يعني تضلها في عدة خيارات، تتبع عنصر معين، الكاميرا تضلها ثابتة مكانها وتضلها تتطلع عليه تلف محل ما هو بلف. في عندي شوية خيارات هسه بنحكي عنها. نشوف كيف بدي أضيف الخاصية هاي. أول شيء ركز في اللي بحكي، إني أنا الآن بتحدث عن خصائص كاميرا، يعني هذا الكلام وين بده يكون؟ على الكاميرا. الكرة ما بدها تتطلع على الكاميرا، الكاميرا بدها تتطلع على الكرة، لأنه البلاير هو اللي بده يشاهد الكاميرا. فبروح للكاميرا، بعمل كليك على الكاميرا، شوف خصائص الكاميرا تختلف كثير عن خصائص السفير. هاي إشي وهاي إشي. الآن بدي أضيف خاصية جديدة على مستوى الكاميرا وأحكي للكاميرا أنت ضلي تطلعي على السفير على سبيل المثال. كيف بضيف الخاصية هاي؟ بعمل كليك واحد على الكاميرا، ومن ثم قائمة كومبوننت، آخر شيء قائمة سكريبت. تمام؟ في خيار لازم يكون موجود عندي هون مش موجود، اللي هو الكاميرا سكريبت. سكريبت يعني شباب الكود اللي أنا بدي أكتبه. أنا ما بدي أكتب كود، أنا بدي أستفيد من اللايبراري اللي بتعطيه، اللي بيعطيني إياها برنامج اليونيتي. بدي أستفيد من اللايبراري اللي بتعطيني إياها برنامج اليونيتي، اللي هي بين قوسين الأسست اللي طول المحاضرات السابقة وإحنا بنعمل لإلها إمبورت. أنا الآن بشتغل على الكاميرا، جيت على القائمة ما لقيت الأشياء اللي بتخص الكاميرا، فبروح على أسست إمبورت باكيج، نقرأ إشي له علاقة في الكاميرا. ما كلمة كاميرا ما راح تكون موجودة، فهو اللي أنا بدي إياه بصراحة السكريبت، لأنه الإشي اللي بيخلي الكاميرا تتحرك هو الكودينج، هو الكود. فراح أسحب باكيج اسمها سكريبت، هاي إمبورت. بمجرد ما يعمل إمبورت لهاي الباكيج، المنيو راح تتغير. شوف شو نزل عندي، كاميرا كنترول، نزل عندي كاميرا كنترول، هاي ما كانت موجودة. طب كيف بدي أشتغل؟ نعيد، just one click على الكاميرا، component، كاميرا كنترول فيها ثلاث خيارات، mouse orbit، smooth follow، smooth look at. أسهل واحدة فيهم smooth look at. look at يعني تتطلع على عنصر معين. طب مين هو العنصر المعين؟ الآن بدنا نختاره. راح أختار smooth look at وأضرب عيني على البروبرتيز تاعت الكاميرا، لازم تنزل هاي الخاصية على الكاميرا، smooth look at. هيها نزلت هون، هي smooth look at script، لأنه هذا كود. بتحب تشوف الكود دبل كليك عليه هون. الآن راح يفتح لي editor، ما ظهر معك صح؟ لا بالتوقع. هاي فتح لي editor، هذا الإديتور في قلبه كود كيف الكاميرا بتتحرك. مبدئيا ما بدي اياك تفهم. اوكي، هاي كلوز وهي كلوز. الان في خصائص هذا السكريبت بده يسالني الكاميرا هاي على مين بدها تتطلع. بلكي في عندي مليون عنصر على الشاشه، على مين بدها تتطلع؟ ففي عندي هون خيار اسمه تارجت، الهدف تاعك مين. في قلبه ايش؟ نان، فاضي. بختار براوز وباجي بختار مثلا الكرة هاي سفير. الآن الكود smooth look at نازل على الكاميرا والتارجت تاعه السفير، هذا اللونه أحمر. فأنا أول ما بعمل رن للجيم الكاميرا راح تصير تتوجه وتضلها تطلع على السفير. ركز إنه السفير دائما وأبدا في منتصف الشاشة. والشغلة الثانية اللي بدك تركز فيها إنه الكاميرا ظلت ثابتة مكانها فوق في الهواء. تمام؟ نعيد. بلكي أنا ما بدي السفير، بلكي بدي المكعب. هذا هيو هذا المكعب. أيوه. ممكن أجي على الكاميرا. أيوه المكعب لو أنا مسميه أفضل. أجي على الكاميرا جوا السفير، بحمل المكعب من هون في الماوس دراج أند دروب وبنزله وين؟ على التارجت. هيو صار في قلبه الكيوب. الآن الكاميرا بطلت تطلع على السفير، صارت تتطلع على المكعب.
مكعب راح يضل بنص الشاشة. هذا الخيار اسمه Smooth Look At. نفصل، ما راح ألغي، أو أنا بإمكاني أعمل له ريموف، بس أنا راح أوقف وأشيل التشيك عنه حتى ما يشتغل عشان أجرب الخيارات الأخرى. أيوة ما اشتغل، نجرب إشي جديد. Just one click على الكاميرا، Component، كاميرا Control. مثلا نجرب Smooth Follow، إنه الكاميرا بدها تتبع العنصر. كيف يعني تتبع العنصر؟ أول إشي التارجت، التارجت فاضي هيو نن، احمل العنصر اللي بدك إياه ودراج أند دروب أو دبل كليك أو كليك على براوز واختاره إذا أنك بتعرف اسمه. هيران شو الخيار اللي اخترته أنا؟ Smooth Follow. أول شيء الكاميرا بتغير مكانها، الكاميرا العنصر. شوف الموضوع هون شوي يعني بده تركيز، لأنه هذا المكعب ما عليه جاذبية أرضية، فرح أوقف وأحكي بدل ما هو المكعب السفير، لأنه المكعب قاعد بتحرك نفس الحركة. شوف السفير Smooth Follow، بتحاول إنها الكاميرا هاي تتبع هذا العنصر. الكاميرا تركت مكانها اللي كانت موجودة فيه وصارت تحاول تتبع هذا العنصر وين ما راح. هاي ستوب، وبوقف السموث فولو وبرجع للكاميرا كومبوننت وبجرب آخر واحد فيهم اللي اسمه ماوس أوربت، وبرضو التارجت فاضي، خليه يتبع السفير. وهيرن شو الحلو في الماوس أوربت؟ إنه بسمح لي في الماوس أتحرك فوق تحت يمين يسار، اسمه ماوس أوربت. أوربت اللي هي المدارات اللي حول الأوبجكت، صار يسمح لي أتحرك حوالين هذا العنصر. طيب السؤال القوي، لو أنا فعلت السموث فولو وفعلت السموث لوك أت، الآن هذا العنصر أو سوري هاي الكاميرا اللي بتطلع على أكثر من عنصر، تطلع مشكلتي وين؟ إنه عليها سكريبت يتطلع على الكيوب، وعليها سكريبت يتطلع على السفير نوعه سموث فولو، وعليها سكريبت ثاني تتطلع على السفير وتتبعه وتسمح لي أحرك بالماوس. مين بده يشتغل؟ مين اعتمد شباب؟ اعتمدهم كلهم بس أنا بيكمل. أوكي مين اعتمد؟ أنا بحرك الماوس قاعد. اعتمد آخر واحد فيهم. هسا هو راح يعتمد آخر واحد فيهم. طب هذول أهملهم؟ لا بصراحة ما أهملهم، لكن السكريبت اللي هون كان أقوى من اللي هون. يعني هون بقول له مثلا ضلك الكاميرا تضلها في الهواء وتطلع على المكعب، بعدين بقول له لا الكاميرا تترك المكعب وتطلع على السفير وتتبعه، بعدين بقول له لا الكاميرا تطلع على السفير وتسمح لي أعمل ماوس أوربت. فهو بيمشي بتسلسل، مش إنه هذا أقوى من هذا، لا، نزل اللوك أت تحت بصير هو الأكتف. المشكلة الثانية إنه هذه الكودينج يعني بتتأثر ببعض، فبدك تكون حذر وعارف الشيء اللي أنت بتعمل فيه. هذا بس هيك. زي الليارات دكتور يعني؟ كيف؟ يعني زي الليارات؟ لا مش ليارات، نفس الموضوع. لا 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 يا زيد، الموضوع مش موضوع ليارات، موضوع إنه هذا الإشي اللي أنا شايفه أمامي على الشاشة هذا جيم، صح؟ ماشي، مش ما بتحكم فيها، لا والله بتحكم، هيني بتحكم في الماوس. هذا جيم، انت بتعرف الجيم شو بسموها؟ الالعاب شو بسموها؟ بسموها فيديو جيم، لانه هذا الاشي اللي انا شايفه امامي هو فيديو. فيديو برجع لاساس الفيديو، صور، فريمات. الموضوع اعقد من ذلك، الفريمات هاي في كل فريم في كود بيتنفذ. ايش هو الكود؟ هذا الكود اللي انكتب هون وانكتب هناك. اوكي، كل أسف أفرجيك، شايف الكود هذا كله المكتوب بغض النظر شو هو؟ هذا الكود اللي مكتوب هون ينفذ كل فريم في الفيديو.
مش كل ثانية، كل فريم. يعني إذا الجيم تاعتي 128 فريم بير سكند أو 144، يعني هذا الكود في الثانية الواحدة ينفذ 144 مرة، مش كل ثانية يتم تنفيذه، لا 144 مرة يتم تنفيذ هذا الكود، إلا إذا أنا أعطيته إعاز يتنفذ في حال حدوث أكشن معين، إلا إذا أنا حكيت له كل ثانية يقوم بتنفيذه. لكن الديفولت إنه الكود اللي يكتب ينفذ كل فريم. هذا الكلام بس نبلش في السكريبتينج رح توضح لك الأمور بطريقة أفضل، وبحاول الآن أعمل لك هيك لو مثال بسيط جدا اللي نشوف كيف إحنا بدنا نشتغل في موضوع الكودينج. هذا أبسط شيء. نعم عندي استفسار بسيط. تفضل. بس لو مسكنا الكاميرا وحطنا جوا قلب السفير ايش بيصير بالضبط؟ هي المفروض انها بتشتغل حق السفير بس بدون كود. ما سمعتش والله يا محمد. لو مسكنا الكاميرا ورميناها جوا قلب السفير المفروض انها تصير تلحق السفير بدون كود. طيب الموضوع اللي بيحكي عنه محمد هذا موضوع الجروب، بس افرجيكم محمد شو بيحكي. خليني افصل كل الكود اللي موجود على الكاميرا، ودليل على كلامي هاي رن، الكاميرا ظلت مكانها فوق والعناصر بتتحرك. الموضوع اللي بيحكي عنه محمد هو اني انا اعمل الكاميرا جروب مع الكره. خليني اطلع زوم اوت وافرجيك، هاي الكاميرا وهي الكره ماشي. كيف الجروب بتنصنع في اليونيتي؟ يعني تنصنع في عده طرق. ابسط طريقه من طرق الجروب انك تمسك الكاميرا بالماوس وتدخلها تطلع على السفير. شوف السفير صار بجنبه سهم، معناه انه في بقلبه إشي. شوف قلب السفير الكاميرا، ففي الان صار عندي جروب اسمه سفير في قلبه الكره والكاميرا. يعني لو عملت رن اللي بيصير على السفير بيصير على الكاميرا. ليش الكاميرا بتلف هيك؟ لأنها جروب مع السفير. ولأنه السفير عليه كتلة وإله جاذبية أرضية ووقع من السماء وصار يدحل على الأرض، فصارت الكاميرا تدور زي دوران السفير لأنه صار وحدة واحدة. واضحة الجزئية هاي شباب؟ واضحة دكتور. لأنه أنا دمجتهم، الكرة بتدور هسا، كل اللي في قلب الكرة بده يدور معها، وللأسف الكاميرا جزء من الكرة فراح تدور معها. يعني هذا المثال ثبت الروتيشن تبع الكاميرا وخليها ما تدور. أجين يا محمد، بقدر أثبت الروتيشن تبع الكاميرا وخليها ما تدور مع السفير، أنا بس ضغطها على المستوى نفسه اللي مع السفير. كيف بدك تثبت؟ من الريجيد بادي نفسه، إذا بقدر أنزل على الكاميرا بعدين بفتح على الجروب الموجود جوا الريجيد بادي اللي تفرج على مين في جروب صغير، بثبت بفتح هي بثبت شو اسمه هاي الروتيشن. انت بتحكي هون؟ ايوه. لا يا محمد، اول اشي الكونسترينت اللي في قلب الريجيد بادي هذا يعتمد على الكولايدر، هاي واحد، ويعتمد على وبيشتغل معي في حال حدوث تصادم، هاي اثنين. ثلاث، الكاميرا على الستيج مش موجودة، يعني مش كاميرا زي ما احنا متخيلين انه كاميرا عادية لو حطيت عليها ريجيد بادي بدها توقع وتصطدم في الارض، بيختلف. يعني هي مصطلح مفهوم، لكن هي على ارض الواقع موجودة كاميرا، يعني فيزيكال كاميرا. لا، هذا الموضوع بس نيجي نعمل المثال تاع السيارة ونضيف على السيارة عجال ونحط كاميرا قدام السيارة وكاميرا ورا السيارة وكاميرا من بعيد، راح تمسك في هذا الموضوع بطريقة مثالية. راح أنزل لك إن شاء الله اليوم أو بكرة سكريب أسايمنت اللي تبني لي تيرين وتضيف عليها كل شيء أنت تعلمته، بالإضافة للمواضيع التالية اللي رح نحكي عنها. تمام يا شباب؟ فأنت
تعمل الشغل هذا الاسايمنت عشان ترتاح، عشان ما تقول لي اجل لي ما عندي وقت، وانا وعدتك من بدايه الفصل انه الاسايمنت تسلم في موعده. على كل هذا موضوع بسيط انا بصراحه تطرقت له، خلينا اطلع الكاميرا، هذا موضوع بسيط انا تطرقت له عشان افرجيك انه في اشياء كثير جميله البرنامج بيعملها، انا ما بكتب كودينج سريع سريع. الموضوع الاخير اللي بخص التيرين ولازم نحكي عنه اللي هو موضوع البارتيكل، الانبعاثات، انبعاثات اللي هي الأشياء اللي بتنولد ومن ثم بتموت، الدخان، النار، الشعلة، المي، الشلال، آسف. فهاي الانبعاثات اللي بسموها بالعربي هي بارتيكل، بس أنا بترجم لك إياها لإيش اسمه انبعاثات، بدي أتعلم أنا وياك نشتغل عليها. خليني أشوف لي مكان فاضي فيش فيه عجقة أشتغل عليه هون مثلا، وتعال نشوف البارتيكل. البارتيكل موضوع معقد، هيو جيم اوبجكت كرييت بارتيكل، وينها؟ هيها بارتيكل سيستم، هاي رن، جيب لي الكاميرا تطلع عليه عشان اشوفه. هيو البارتيكل، اشي بينولد هون وبيكبر وبيتحرك وفي لحظه معينه بيموت، بعني بيموت بيختفي. هذا الاشي اللي انت شايفه امامك بقدر أحوله لنار، بقدر أحوله لدخان، بقدر أحوله لانفجار، أحوله اللي بدي إياه، لكن بكون الشغل عليه كثير مجهد ومتعب. هيو شايف كل الخصائص هاي المغلقة والمفتوحة بدك تعدل عليها. مش موضوعي ولا معركتي ولا بتهمني، أنا الآن بهمني أستخدم البارتيكل الجاهز في البرنامج اللي هم من أول شيء راح أسحب الأسست اللي بتخص البارتيكل سيستم، هيها بارتيكل، هي امبورت، راح اشوفها في قلب الستاندرد اسيست الاساسيه اللي موجوده عندي في البروجكت. احنا المره الماضيه استخدمنا الووتر بيسك والووتر برو، الووتر برو اليوم راح نستخدم بارتيكل سيستم. هم من حلوين بصراحة، نار، شعلة، دخان. ايش فرق بين النار والشعلة؟ هسه بتشوف هيها بارتيكل. مثلا نيجي على الفاير، الفاير فيها نوعين، فيها فاير شايفها نار، زوم ان، وفيها فليم شعلة. جيب لي الكاميرا هون خليني أشوف. لا غنى عن نقل الكاميرا، النار عادية شعلة. على فكرة هاي ما بتتكون من جزء واحد، هاي بتتكون من جزئين. يعني لو إجيت أنا وياك مثلا، وين الفاير؟ هاي الفاير أو الفليم، أسهل هاي الفليم. لو فتحت الجروب تاع الفليم راح تلاقي فيه كم عنصر، واحد اثنين ثلاث أربع عناصر. أول عنصر السموك اللي هو بارتيكل سموك، النار، الدخان، هاي شايفه كيف مصنوع، لا تلعب في خصائصه هاي. وفي جواته بارتيكل ثاني اسمه الأوتر كور، هاي دبل كليك عشان أفرجيك إياه، اللي هي الأوتر اللون الخارجي، هذا مصنوع بطريقة معينة. اللايت سورس الشعلة لازم يكون حواليها إضاءة عشان تنور حواليها. والإنر كور اللي هو اللون الأحمر هذا اللي في النص. ففعليا هاي الفليم مشغولة من ثلاثة بارتيكل. لو جينا على الفاير مصنوعة من ثلاثة، اللي هو اللون الداخلي بدون ما تطلع، اللون الداخلي واللون الخارجي، ثلاث السموك الدخان الأسود هذا، حجمها صغير، نرجع بنعالجه بعدين. تاع السموك، شوف لي السموك، هاي هاي أول نوع. ثاني نوع بدك تجربهم كلهم عشان تشوف الفرق ما بينهم. هاي رن برا الفيو تاعتي، شوف بلشت تنعجق الأسست اللي موجودة عندي هون. مين كاميرا align with the view، هاي رن شوف هذا نوع سموك وهذا نوع وهذا نوع، أشكال
بنجربهم انت براحتك يعني. الووتر ازيع على اليمين شوي واجرب، في عندي ووتر فول شلال، وفي عندي اشي شبه البحيرة هاي، وعندي نافورة. جيب لي الكاميرا خليها تشوفهم الثلاث هذول، ووتر فول شلال ونافورة واشي زي البحيرة. يمكن هاي لانها على مستوى الارض، لا انا رفعتها. هاي بتحطها على وجه المي بيطلع منظرها حلو. شو في جربهم سباركس اللي هي زي شرار. أيوه هاي كلها البارتيكل مصنوعة وجاهزة. الحيثية اللي بدي أحكي عنها هي كيف بدي أكبر حجمها، كيف بدي أكبر حجم هاي البارتيكل. راح أروح لأصعب واحدة فيهم اللي هي الفليم الشعلة. هاي دبل كليك، هاي هالشعلة أصعب واحدة فيهم. كيف بدي أكبر حجمها عشان أعمل نار كبيرة أو أعمل بركان أو أو أو، لازم أكبر مش واحدة، أكبرهم الثلاث. وما بزبط أمسك الفليم وأقول له سكيل بتكبر ما بتكبر، لا كنترول زد. بدي أجي على أول واحدة الإنر كور. في عندي خصائص هون بدك تعرفهم، المينيمم سايز والماكسيمم سايز، حجم الصورة هاي اللي شكلت اللون وهي صغيرة وحجمها وهي كبيرة. بدك الآن تقيس بنسبة وتناسب. المينيمم سايز أنا ما يعني أنا ما بخترع فيها، أنا بحاول أعدل عليها، يعني بدي أعدل على الإشي المشغول. المينيمم سايز 2x2، حس إذا كبرت هاي 10 أضعاف كبر هديك 10 أضعاف، يعني إذا هاي ضربتها بعشرة صارت 22 والماكسيمم سايز 20. تحكي لي ما زبطتش، بدك تطول بالك. المينيمم إنيرجي والماكسيمم إنيرجي ضربنا بعشرة يبقى هاي 20 وهاي 20، هاي 300 وهي 300، عشان تضلك محاكي لنفس القيم. بشعة كثير. في عندي الآن هاي يعني صارت تنولد وتموت في نفس المكان لأنها هي بتتحرك للأعلى. فرح آجي على خيار اللوكال فيلوسيتي اللي هي وين بدها تتحرك، زي ما أنت شايف وين قاعدة بتتحرك هاي، على أي محور؟ محور الواي. الواي اللي هو للأعلى، أنا شو القيمة اللي بضرب فيها؟ 10 صح؟ 10 يعني 1.75 ضرب 10 قديش؟ 17.5. شوف الآن كيف؟ أعمل عليها كليك عشان أشوفها. صارت تتحرك للأعلى أكثر. تحكي لي مش زبط، مش زبط لأن لسه الأوتر ما اشتغلت عليها. 1 و2 ضرب 10 12، وهاي 12 وهاي 20 وهاي 20 و 35 350، صح 350، والفيلوسيتي هاي 100. أنا بضرب بعشرة تعالي للسموك. كيف؟ الواي أكسس 10 هي كم كانت؟ 1 1.10، آسف عشان هيك صار عجقة هون. تعال للسموك بضرب بعشرة، 1.5 × 10 شباب 15 60 60 200 200 15. المفروض انك سألتني ليش 10. الأوتر هذا كبره عادي تكبير، هاي الرينج تاعه بكبر عادي. شوف كيف صار لون التيرين هون على حمار، صار يعطيني زي إضاءة. هاي 50 مش متذكر شو القيمة تاعته، بس أنا بهمني الآن أطلع من بعيد. وأشوف
الشعلة هاي اللي أنا كبرتها، هل نجحت ولا لا؟ لأنها صارت ضخمة كثير، ظهرت معي بالمنظر هذا. تقدر تنقص من بعض القيم حتى تصير. السؤال اللي بطرح نفسه، ليش عشرة؟ أنا ارتجلت ضربت بعشرة، يمكن العشرة كان رقم ضخم جدا، يمكن لو ضربت باثنين أفضل لي، ضربت بثلاث أفضل، لكن عشان أنت إذا طلبت منك تعمل لي سكيل لأي بارتيكل، أوكي، بهمنيش تفهمهم هذول، بهمني أنك تعرف كيف تضاعفهم. على فكرة أنا ما كملت قيمة المضاعفة، يعني أنا اشتغلت على الجزء الأول، وصلت عند اللوكال فيلوسيتي، بس في أشياء تحت ما كملت فيها. صح كلامي شباب؟ يعني الفليم الانر اشتغلت لغاية هون. طب وهاي 5% ليش ما عدلتها؟ ضرب 10 شو بتصير؟ خمسة بالعشرة صحيح، هاي بدها تصير نص، ما كتب نص، والخمسة وثمانين هاي مش مركز، 805 بدك تكمل، والسالب 35 سالب 350. أنا بضرب قيم كبيرة، أوكي. فاللي بدي أوصل لك إياه إنه أنت إذا عدلت يكون التعديل متماثل، أوكي. هاي الأشياء اللي تحت تحت التكستشر لا تبلش فيها، لأنه هاي هي اللي شكلت اللي عملت الشكل، اللي هي الإيمج اللي جابوها. يا ريت أقدر أفرجك إياها، هاي الصورة، هاي اللي عملوا منها السموك، بعرفش هذول أشياء تانية، أظن هاي السبارك، هاي البابل، هاي الفاير. شوف يعني واضحين، لا تلعب فيهم لأنك تخرب الشكل. أنت الإشي اللي بدك تغيره هون القيم اللي موجودة عندي هون، المينيمم سايز الحجم اللي انولدت فيه، والماكسيمم سايز الحجم اللي راح تموت فيه، المينيمم انرجي مدى سطوع شكلها عند الولادة وهي صغيرة أول ما بتنولد، والماكسيمم بس تموت، اللوكال فيلوسيتي. أعطيني هاي الفاير بس أورجيك شغلة فيها، يا عجقة صارت بس عدلت على القيم. هاي السموك، طلع السموك بتحرك على محور الواي 15، هاي 3 السموك لا رجع ليها 15 عشان تشوف، 15 بتحرك للأعلى على الواي، إذا بده وديه على الزد بتحط الواي 0 والزد 15، بصير يتحرك لوين؟ السموك على اليمين. استنى العجقة هاي اللي فوق حتى تخلص عشان تشوف التأثير. هيو صار يتحرك السموك على يمين الشاشة. الموضوع بده مجموعة من الاختبارات. لو شفنا بعض الأشياء في البارتيكل، هاي كثير حلوة، الضباب، غير الضباب اللي احنا طبقناه الفوق على مستوى الترين كامل. أشوف رح يظهر من بعيد، وينه؟ أيوه، فوت لي عليه زوم إن، رفع لي إياه للأعلى، جيب لي الكاميرا عليه، شوف كم مرة عملت alignment with the view للكاميرا عشان ألحق الفيو تاعي. شايفينه شباب؟ أيوه، واضح شباب بالصورة؟ واضح دكتور. أشوف لو غيرت اللون تاع الأرضية بصير أوضح. أيوة مبين. هاي الأشياء كلها بتصير تظهر معي باحترافية، بس أدخل في الجيم. كيف يعني أدخل في الجيم؟ بس أصير بلاير، بس أصير بلاير وبيمشي على الأرض هون من قريب. هاي الأشياء كلها راح تبين معي. المحاضرة القادمة راح تكون أول محاضرة لنا في السكريبت،
بتمنى منك موضوع التيرين انك تنهيه، انك تطبقه باحترافيه، ما يكون عندك فيه اخطاء. اوكي، وبطلب منك الان انه ما تخسر علامات على هذه الجزئيه في امتحان الميد. assignment بنزلها، لا اليوم صراحه ما راح انزلها، بكره راح انزلها. المطلوب منك في الassignment انك تصنع لي تيرين حلو، مش خرابيش، تيرين شكله منيح. اذا بتقدر تجيب لي كوخ، دراجه، سياره تنزلها عليه، اكون لك من الشاكرين. كيف بدك تنزلها؟ بتزيح الشاشه على اليمين، وعن الديسكتوب بتجيب الاف بي اكس وبترميه على الستيج. المحاضره الجايه بحكي لك عن موضوع استخدام الاف بي اكس، وببلش في موضوع الكودينج باذن الله تعالى. الاسايمنت كله تيرين، ايه الاسايمنت تيرين، ونطبق عليه الاشياء اللي سويتها. لا هسه مش بيومين، يعني للخميس. اليوم ايش هو؟ يعني احنا نبلش نشتغل على التيرين، قصدي يعني الاسايمنت كله تيرين. انت الان بلش اشتغل على التيرين، اصلا التيرين ما راح ياخذ منك، ما راح يدخل فيه السكريبت اللي هي الكودات. لا لا لا، السكريبت ما راح يدخل من معك فيه، الا اذا اجى على بالي مثلا لقيت محاضره بكره فيها شيء. لا دكتور مهم. دكتور اقول لك، خلينا اقول لك دخل في موضوع معين. اسمع يا يزيد، ولا تناقش، يعني اذا بكره ارتئينا انه هذا الشيء نطبقه بنطبقه، ما في مشكله. وانا لو بدي اعطيك بكره موضوع جديد راح يكون جدا بسيط، لكن انا هني بحكي لك من الان اشتغل على التيرين، عشان ما تيجي تحكي لي بكره ما لحقت. انا اخذت حضور وغياب، ويعطيكم العافيه يا شباب. دكتور بس بدي أوريك شغلة صارت معي، فبعد المحاضرة بس شوي. طب يلا أحمد عبيدات، بدك تسأل؟ بآخر المحاضرة إذا بتسمع. يلا فرجيني مين اللي كان يحكي معي. أنا محمد. بدك تشير شاشتك محمد، شير، لأنه يمكن الموجودين مش معنا أصلا. دكتور أوقف ريكوردينج دكتور. آه محمد براحتك دكتور، عادي زي ما بدي. ايش بدك تسال انت؟ انا بدي اوريك شغله عندي، اياها برنامج سويتها، بس بدي اسالك عن شغله عشان اعرف. طب يلا سوي. فرجيني شير. ايش يا دريم؟ افك الشير انا. اسال يا دريم. دكتور بدي اسالك، هل انتم مغيرين الباسورد تاع الايلانك حاطينه يعني من عندكم من الجامعه باسورد غير؟ الباسورد تاع الايلرنينج اللي هو الباسورد اللي اعطوك اياه تاع الايميل. خلص تمام. تمام شكرا لك. طيب الدكتور هسه بالنسبه للشيء اللي بدي اسالك عنه، انا عملت سكريبت وكل شيء، جلست اشوف فيديوهات عن الشغله هاي، بس عندي مشكله في توازن الاوبجكت لما يقلب على اليمين او الشمال ما بقدر يرجع. هي هاي المشكله، بقدر اتحرك فيه كل شيء، بس اذا اصطدم بشيء بيقلب مباشره. شفت الكونسترينت اللي سألني عليها ولا أنت اللي حكيت عنها؟ إيش هي؟ أني وهمي. اللي تبعت تثبيت الروتيشن. هذا السفير أنت صانعه ولا هذا فيرست بيرسون كنترولر؟ لا أنا اللي صانعه. اطفي الجيم. حاضر. روح لي عليه السفير هذا، فرجيني إياه. هاي ال. دبل كليك. عليه رجد بدي. هاي رجد بدي على اليمين. موجود. شايف تحت في تاب اسمه constraint مفتوح، اعمل لي فريز على الروتيشن. على الروتيشن اللي هو على الواي المفروض. جرب على الواي، هي المفروض واي، ما انا مش عارف ابعد، مش عارف لا الابعاد عندي هي طبيعي، هي الواي. طب يلا بس اعمل لي رن اشوف، ارمي لي قدامه مكعب او كره. طيب ثواني شوي بس اوريك عشان تصطدم فيه. ثواني شوي. اتوقع انه المكعب في الكرك، والفيرست بيرسون كنترولر تاعك في الرف. شكله بس دقيقه شوي. لا هي موجود جنبه. يلا اعمل رن نشوف، اعمل رن.
أي المكعب؟ نفس الشيء. طيب بس مستحيل يرجع. اعمل ستوب واعمل فريز عليهم كلهم. تمام. ليكون في رجت بدي على شيء ثاني. لا رجت بدي بس نستخدمها على هذا بس على يلا رن. اوكي الان بطل هسه انا منعته هون، انا منعته يعمل روتيشن، لكن حابب اشوف الكود اللي انت كاتبه، بس اعمل جاست وان كليك على الكود اللي بيحرك، لا تعمل دبل كليك عشان ما يفتح برنامج ثاني. انزل. هسه اللي تحت كود ثاني كنت بحاول فياته بس تركته موجود، بس حطيت طيب. عليه انه ما يشتغل. هذا التوتوريال انت وين بتحضره؟ الكود هذا دورت على الانترنت فياته على موفمنت يونيتي على الجافا سكريبت. محمد بتشتغل بالطريقه الصعبه انت. اوكي. يعني انت بتبرمج في الطريقه الصعبه. انا لانه معظم الكتب بتبعوا هاي الطريقه عشان هيك يا. لا 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 انت بتشتغل بالطريقه الصعبه. في واحد ثاني كان من ذلك. هاي الشغله. في ابسط من ذلك. هسه شايف هاي كلمه كي كود اللي هي اللي تحت هاي. ايوه اوكي اللي تحت. كي كود هاي. اوكي عارف شو هو الكي كود اللي هي الكبسات؟ المفروض اسم الحرف يعني بدك مثلا حرف البرنامج. على الكيبورد اسم الحرف على الكيبورد يعني بدك هاي input dot get key a حرف ال a transform dot translate vector 3 dot forward ضرب time dot delta time ضرب speed. speed هاي معرفها فوق انت معطيها قيمة. خلص هاي شو ماشي. لا هي شغلة ثانية كله اللي حاط عليه النجمة كله. شوف انا راح اعلمك طريقة ثانية حتى لو ما عملت له فريز برا بعلمك طريقة في الكودينج كيف تمنعه يعمل روتيشن. تقول له اغنور الروتيشن، تجاهل الروتيشن اللي بده يصير. اوكي تمام. امبارح حاولت اني احط عليه انه يسوي جنب الاوبجكت، بس لما يسوي جنب بيضل يدور في الهواء مش جنب ثابت، يصير فيات روتيشن كل شيء فلغيته. مسحت بيعمل جنب بالهواء لانه الجرافيتي لسه قاعده بترجع فيه للاسفل. لا هو كان يطول، كان المفروض انه اكبس سبيس، المفروض انه يرتفع مسافه يرد ينزلها. لا هو بيصير فيه زي يعني فتره في الهواء بيضل يدور فيها بعدين بينزل الارض مره ثانيه. طيب هذا اللي كان يسمعه امبارح. هاي الاشياء راح نعالجها، بس بدي انصحك نصيحه. شايف المحاور هاي الاكس والواي والزد اللي في الزاويه فوق؟ حرك لي الماوس تاعك. هاي اللي هون. اكبس عليها رايت كليك، لانه المنظور اللي بتطلع فيه انت غلط. رايت كليك عليها، اختار برسبكتيف اخر خيار. هذا هو المنظور الصحيح. تمام يا محمد؟ تمام ايمي. طيب اعطيني في كل الشير واشوف عبيدات شو بده. دكتور انا بعثت لك قبل فتره انه البرنامج حاولت اشغله ما معهوش لا ملف تعريف ولا شيء، طلب مني اني اسجل دخول عليه. اي برنامج بس يا احمد؟ يونيتي. طيب بكره قبل المحاضره بعشر دقائق بتفوت بكير وبتشير للشاشة وبعمله أنا وياك إن شاء الله. دكتور إن شاء الله. حاولت فيه يعني حاولت أعمل حساب إنه يعطيني ما بده حساب. هذا البرنامج كراكد يا أحمد اللي معطيك إياه، لا تعمل حساب ولا تعمل أي شيء. في ملف معه اسمه سكاي إشي، تعمل عليه دبل كليك باتش بيشتغل. أو إذا بتأخذ رقم تلفون محمد بيساعدك، هيو نازل عنده. تمام تمام دكتور. تقدر تتواصل معه؟ أكيد دكتور. هسه بشوف دكتور. ماشي حبيبي يعطيكم العافية. يمديك يا رب. السلام عليكم. بكرة راح أدخل أبكر أنا عشانك يا أحمد. تمام دكتور تمام. وبعت لي مسج على الفيسبوك عشان أتذكر كمان. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. يمديك يا رب. هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك.